مظبوط لي عم اقرا؟ مظبوط جنابك. معك في مصاري بالخزنه بدفع معاشات الموظفين؟ ما فيش غير شهرين بس. طالما عندك معاشات لشهرين ليش ما عم تدفع للناس؟ اذا قبضنا الناس مش هيبقى في فلوس عشان القطن. خلي حمدي القطان هو اللي يدفع للفلاحين ونحن بندفع له لما بنبيع محصول القطن. ممكن ما يوافقش. شو على كيفه؟ اذا مو عاجبه هذا الكلام نعطي لمية القطن لحدا غيره وحدفع معاشات الموظفين وكتب معروض بالوضع حتى نرفعه لصدر العصر. امرك. يا ترى مين هادي اللي قتل لياسمينة؟ مين هادي اللي بيتجرأ يقتلها بغرفة جهد باشا؟ مين هادي اللي له قلب يحط تحت التخت هيك؟ أكيد هو اللي قتلها. أنا ما حكيت شي، ما قصدي. أمال مين يعني اللي هجيله جرأة يعمل كده؟ يقتلها وكمان في أوضته. بلا معك حق، أكيد هو اللي حط تحت التخت. حاش حكي بلا طعمة أنت وياها. هو مانو مضطر يحطها تحت التخت، بيبعت حواس بيكبها لحدا بيوقفه ولحدا بيحكي معه. سكروا على السيرة بقى وانسوها، ما بدنا مشاكل وجع راس. مثل ما قالت لكم سكروا على السيرة. شو عم تحكي انت؟ هيك صار. ليش مالك مخبرتيني من الاول وليه؟ لانه صرت بكره كره العمى. وليش بقى؟ انا شو عملت لك؟ عم تعطينا من الجمل اذنه، وشو ما تطلبي منا من الزباين عم نعمله. فوق كل هذا الشيء بتقولي انه نحن سوا؟ هلا بشرفك قمر، انا وانت سوا؟ ولا انت ستة ونحن الخدامات عندك؟ ايه بس يعني حتى اذا انا غلطت بحقك تقومي تشتغلي من قفا ظهري؟ انا معك ما رح اشتغل. ومن قوتي ماني طالعه. لا رح نشتغل سوا وحنترك نسمه لحالها. انا يمكن اخذني الشغل وقصرت معك، بس خلص رح تشوفي شيء جديد. المهم احكي لي كل شيء. ماني مصدقتك قمر. لا بدك تصدقيني. اهدي شوي وهلا بناكل لقمه تحكي لي القصه من طقطق. لسلام عليكم.